أنا مش فاهمة يا بابا، أنت حطيت نقرك من نقره ليه؟ عشان جوزك ده معفن وسو وابن نوال. ما تغلطش فيها سعيد، قلت لك مليون مرة ما بحبش لما حد يشتم على جوزي. طب والله العظيم بزعل بجد. اتفلقي. بص يا بنت، انت اي بني ادم في الدنيا دي مهما كان ذكي زي كده بيجي في وقت من الاوقات بياخد قرار غبي في حياته، وانت قرارك الغبي اللي خدتيه في حياتك هو جوازك من الواد المعفن ده. ما هي دلوقتي جايه تقولي لي يا بابا النهارده عيد جوازته. جواز ايه وعيد ايه؟ هو انتوا جوازكم ده محتاج عيد؟ جوازكم ده محتاج وقفه، وقفه يا بنت تراجعي نفسك فيها عن اغبى قرار خدتيه في حياتك لما اتجوزت الواد المعفن ده. طب وكتاب اللي انت ظلمه؟ صلاح غلبان وطيب وحنين، مشكلته بس ان رزقه في الدنيا قليل. بالك ده لو معاه فلوس هيخليني ست الستات. يا بنت انت، ما انت ست الستات من غير وغصب عنه. وعارفه بقى الواد ده لو حتى معاه فلوس برضه هيفضل معفن. خلاص يا ابو علب نرفزتني، ارتحت؟ انا ماشيه. انت حره. انصت اسالك. نعم. اجيب ايه هديه لصلاح جوزي حبيبي في عيد جوازنا؟ في جوه ليفه قديمه بتاعتي اديها له هتنفعه. يلا امشي امشي يا بت امشي. عارف المشكلة في ايه؟ في ايه؟ المشكلة ان انا حساك جنبها قليل وشايفاها هي اللي سايقة وانت قاعد جنبها متفرج مشاهد. يا واد يا واد عايزاك انت تسوق غصب عنها حتى لو هي اللي بتصرف. يا ماما يا ماما، اللي معاه الحصالة هو اللي دايما بيسوق. معاك فلوس اتفضل سوق، ما معاكش اتفضل شرف في الكنبة اللي ورا. وبعدين انا بحبها يا ماما. يا مرارتي يا مرارتي يا انا يا خيبتك يا نوال في ابنك اللي ما وردت على حد. صبر يا ماما صبر، بكره اكسب قضيه الوقف وهسوق لك احلى سواقه. موت يا حمار. بس هنا نعم. هو ايه اللي نعم؟ ما تفتحي الباب يا نعم. ليه هو مفتاحك فين؟ ما بيفتحش. طب فكرك ما بيفتحش عشان حاطه مفتاح من جوه؟ ولا اكون غيرت الكالون؟ استغفر الله العظيم. ما اعرفش. طب انت لوي جوزك ليه طيب؟ عشان ما جيتيش تاخديني بالعربيه وسبتيني اتشحطط في المواصلات. طب غمض عينك وانا افتح لك. لا ما تنجزي نفسك يا نعم، ايه الرخامه دي؟ طب ورحمه امي لو ما غمضت عينك ما انا فاتحه لك. وهيسيبك بقى يا تبات على السلم يا تنزل تحت تبات في حضن ام وليد. أهو. فتح. إيه رأيك؟ قلبتها لك توك توك. علي ان انا ما عدتش عليك النهارده وسبتك تتشحطط في مواصلات، بس كنت بجهز لك المفاجاه دي. كل عيد جوز وانت طيب. انت طيب يا نعمه. بس جبت لك ايه؟ ايه؟ تليفون؟ قلت اجيب لك بقى عده نظيفه بدل العده المكسوره بتاعتك اللي كل ما اكلمك اسمع صوت زقزقه. متشكر قوي يا نعمه. على فكرة أنا مكسوف منك إنك أنتِ عاملة لي كل ده وأنا حتى ما جبتلكيش هدية. بس والله المحل بقاله أسبوع ما دخله مليم، ده أنا حتى النهاردة طول اليوم قاعد بنش. ولا يهمك. ربنا يرزق ويكرم. حلو أوي.